حظي النجم الفرنسي ذو الأصول الجزائرية كريم بنزيما باستقبال حافل من لاعبي المنتخب الوطني الجزائري أثناء نزوله ضيفا عليهم في التدريبات في مركز سيدي موسى، حيث كان في استقباله المدرب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش، أين تبادل أطراف الحديث بينهما قبل أن يقوم اللاعب باللقاء بعدد من اللاعبين، وهذا من أجل تشجيعهم على الفوز في المباراة القادمة على غرار إسماعيل بن ناصر وكذلك بغداد بنجاح وعدد من اللاعبين. وأعجب كريم بنزيما كثيرا بمركز سيدي موسى واعتبره مركز جميل، وأكد اللاعب على أنه يتمنى فوز المنتخب الوطني الجزائري بمباراته أمام غينيا من أجل الاقتراب أكثر من التأهل إلى كأس العالم 2026. وتم سؤال كريم بنزيما عن بطولة كأس إفريقيا ومن ترشحه في النهائي للبطولة القادمة، تحدث كريم بنزيما أنه يتمنى أن يكون النهائي بين المنتخب الجزائري ونظيره المغربي. واختتم كريم بنزيما زيارته بصورة تذكارية مع كافة لاعبي المنتخب الوطني الجزائري، وكذلك تم إهداؤه قميص للمنتخب الوطني الجزائري مكتوب عليه اسمه ويحمل الرقم 9. ويعتبر كريم بنزيما من أساطير كرة القدم العالمية، أين حقق مع ريال مدريد أكثر من 20 لقبا، وحقق معه دوري أبطال أوروبا، وهو حاليا يلعب في الدوري السعودي. إلى اللقاء.